قصص وروايات متعددة رويت عن تركيا وتاريخها الحديث. إذا جرت الانتخابات بين الرئيس عبدالله جول والرئيس أردوغان يفوز الرئيس عبدالله جول. الكاتب ثائر عباس معه نتعرف على تركيا الحديثة. نحن اخترنا الرئيس أردوغان لأنه صاحب هذه يعني عنده هذه الملكة. وإلى أين تتجه؟ أكثر كلام مباشر حكي فيه عن اختلافه وخلافه مع الرئيس أردوغان وكيف ينظر لها من الداخل التركي. ما هي قصة العنصرية في تركيا؟ القصة مع طارق الحميد غدا 8:00 بتوقيت السعودية على MBC 1. تابعوا الحلقات بعد عرضها على الشاشة مجانا على شاهد.